الاتحاد بعد اتصالي بالرئيس المكلف مع الآليات أكد لي بأن ينتظرون 3 أمتار فقط، لأن الحفر أصبح الآن 28 متر نعم على بعد 3 أمتار ليصلون إلى الحد الأحد الأسفل للحفرة. نعم. هذا ما أكد لي بأن 3 أمتار فقط، ولكن أكثر من 3 ساعات من الوقت الذي يلزمهم للوصول إليه. نعم، 3 أمتار حاسمة إذن. نعم، أعطيني كلمة لأؤكد ما قاله الأخ محمد علي، محمد الصحفي الموجود هناك. نعم. أؤكد لك بأن لأن يشاع في بعض المواقع وخصوصا بعض المواقع الصحفية الموجودون بهذا المكان بأن الولد لا زال يتحرك، الولد الطفل لا زال يتنفس، الطفل يأكل، الطفل يشرب. هذه مجرد إشاعات فقط من الصباح، لم يتم إخبار من طرف السلطات بأن الطفل لا زال على قيد الحياة. الفيديو الأخير كان من الرابعة ليلا ما تم مشاهدته بأن الطفل على قيد الحياة من الصباح. الصحافة لم تتوصل ولم تدخل لغرفة مراقبة الكاميرا، هذا الخبر هو الصحيح، لأن الصحافة لم يسمح لها كما كان يسمح لها الأمس عندما كان لا زال قيد الحياة. الصحافة لا يسمح لها لحد الآن الدخول لغرفة المجهزة بالكاميرا لمراقبة الطفل هل لا زال يتحرك. نعم. أم لا.